استغفر الله العظيم يا رب. زبالة وقرف كل يوم. استغفر الله العظيم. لو الناس بس تتقي ربنا. وايه دي كمان؟ كده ابوس له لاب. والله انت معزوم. لا ما انت معزوم والله العظيم معزوم. الفلوس بقى فين؟ طب الفلوس كام؟ 17,650 جنيه. كنت اجيب هويشه ومحبس ودبلتين كده يعني. بس المبلغ مش كده. ايه؟ لا حول الله. فلوس الشبكه وقعت. يلا مش مشكله هقول لها دبلتين وهعدي الدنيا يعني. طب الشنطه كان شكلها عامل ازاي؟ سودا كده بتاعت محامين يعني. سودا؟ اه. يعني انت عارف الفلوس كام؟ ولا شكل الشنطه ايه؟ لا صح. نزل ايدك. عاوز تكلم مين؟ مين ماشي؟ هو ايه اللي ماشي؟ بكلم مين؟ ما اعرفش. بسالك. ما تعرفش؟ طب امشي. امشي بقى. امشي يا اخي امشي. طب الفلوس كام؟ دي فلوس تبرعات يا اخويا. ده انا لمها من الجيران ومن جيران الجيران ومن الشارع كله. ولما الفلوس وقعت افتكروا يا اخويا ان انا واخدها. قلنا دخلت رمضان ونتبرع وناخد الثواب عند ربنا للمستشفى 015-35. لكن الفلوس يا اخويا وقعت وانا بالحلقه بالفلوس عشان مستعجله قوي. ده رقم مستشفى ولا شركه غسالات؟ انت كده شكلك مش مصدقني ان الفلوس بتاعتي. بس انا ممكن اثبت لك دلوقتي حالا. حلف لك على المصحف. بس انت طيب والله العظيم طيب وليك برضو معانا الاجر والثواب. الحقني بقى والنبي بالفلوس عشان مستعجله قوي. فلوس عمليه ونوقف عليها. هي فلوس عمليه ولا فلوس تبرعات؟ وبعدين انت شكلك مش عارفه المبلغ كام اصلا. انت عارف يا اخويا ان الدنيا دي بناء كبير واحنا النوايا اللي بتسند الزيق. الفلوس بقى والنبي عشان مستعجله. طب الشنطه كان شكلها ايه؟ كانوا في كيس اسود كده بلاستيك. كيس بلاستيك؟ طب ايه رايك ان هي ما كانتش في كيس بلاستيك؟ يا ابن الصرمه. ايه؟ الحرامي يا اخويا الحرامي اللي سرق الفلوس. تلاقي رمى الشنطه اللي انا كنت حاطاهم فيها وحطاهم في الشنطه اللي انت لقيتها. شفت؟ الفلوس ده والنبي عشان مستعجله. انت مستعجله؟ جيبها لك. هجيبها لك. الله يبارك لك ويكرمك. انتوا شكلكوا كده النهارده يوم التنظيف وانا جيت في وقت غير ما تستلموا عليك. خد يا بت. خد يا بت. لبيك اللهم لبيك. والله يا ابني ده انت ابن حلال. هو اسم امك ايه؟ ليه يا حاج؟ عشان ادولك في العمره يا ابني. دي كانت فلوس اطلع بيها العمره اللي امها لي الناس ولاد الحلال. طب هو المبلغ كان كام؟ والله يا ابني ما انا عارف هم كام. انا كنت لسه هاخدهم اعدهم في البيت. نسيتهم وانا نازل من الميكروباص. هما كانوا في كيسه سمرة كده. كيسه سمرة برضو يا حاج؟ ايوه يا ابني كانوا كيسه سمرة كده. يعني برضو مش عارف كام يا حاج؟ والله ما اعرف يا ابني. كنت لسه هعدهم. ولاد الحلال هم اللي لموهم. طب بص يا حاج يا ابو. ابو مين يا اخويا؟ ابو مين؟ ابو مين؟ منا. ابو منا. طب يلا بقى يا حاج عشان تلحق العمره. يلا. السلام عليكم. صباح الفل يا عمو. بص يابا انا اللي كلمتك بخصوص الشنطه. شوف هتديني كام مش هنختلف. انت لازم ترزق برضو. وانا ايه عايزك تنجز معايا كده عشان الميكروباص واقف تحت ولسه رايح فيصل مشوار طويل. واحد ابن حلال زيك كده كان كاتب على الجروب انه لقى شنطه. هل هروح اخدها في السرير؟ اتفضل يا باشا.
يا راجل يا مغفل، حد يلاقي شنطه ويرجعها تقفل في وشي. طب 50 جنيه بتاع البنزين تا. اتفضل. يزيد فضلك يا ابني، يزيد فضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحضرتك بقى عارف الفلوس كام ولا جايب البركه؟ طبعا يا ابني، هو في حد ما يعرفش وقع منه كام؟ المبلغ كام ان شاء الله؟ 27000 جنيه، 100 ورقه فئه ال200 متسلسله الارقام، و50 ورقه فئه ال100، و40 ورقه فئه ال50، يبقى المجموع 27000 جنيه، وكانوا في حقيبه سوداء، وانا كنت راكب معاك من رمسيس لحد الويل، وحتى بالاماره ساعتها كنت مشغل يعني والعياذ بالله اغنيه الغزاله رايقه والناس الحلوه متضايقه، وانا كنت سالت في دار الافتاء على حكايه يعني ال10% ديت، فقالوا لي انها حرام، فانا طبعا يا ابني انت عارف ان انا ما بحبش الحرام، فجبت لك هديه كده يا رب تعجبك، شويه تمر يستاهلوا بقك من المدينه. مدينه ايه؟ مدينه نصر. هجيب لك الفلوس واجي. طب يا حبيبي براحتك اتفضل. ونعم النزاهه والله، ونعم النزاهه، يا ريت الناس كلها زيك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تنساش بقى تبقى تسال دار الافت. ها ب10 جنيه تمر، راجل معفن.